أصعب إشي كان علي لما نزل رموشه. بلش يشكي من وجع راس، طريقة وجع الراس وطريقة الطفل كيف عم بنين وهو انت حملتيه صعب توصفيها يعني. كان ايباده يشغل الكاميرا ويصير يفقد بحاله ويفكرني انه انا مش عم بشوفه، يعني عم بخلي اترك لمساحته انه اعمل اللي بدك اياه. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.